لو الحكاية فيها إن فيتو. وهناك في ناوس مشترك تحت برج الكنيسة الصغيرة دهن الكثيرون من النازحين الروس. تاتيانا امرأة روسية تتردد كثيرا على مقبرة الشط. لقبها إيطالي مونتي أخذته عن زوجها. تاتيانا مونتي هي ابنة أولغا أندرييفسكا ونيكولاي سيريكا اللذين تحدثنا عنهما في البداية. ولدت في الإسكندرية وعاشت طول عمرها في هذه المدينة. والداها مدفونان في مقبرة الشط. الرسام الروسي الشهير إيفان بيليبن وصل أيضا إلى مصر على متن الباخرة سراتة، واشتهر في روسيا برسومه الرائعة التي زين بها كتب الحكايات الشعبية الروسية، واليوم أيضا لا تزال رسومه محبوبة جدا. كان إيفان بيليبن معجبا أشد الإعجاب بمصر، وكان يعيد ويكرر: هذه البلاد جنة للرسامين. في البداية اهتم بمصر الإسلامية المعاصرة له. كتب في مذكراته يقول: لن أنسى أبدا ذلك الانطباع المذهل الذي نشأ في نفسي عندما زرت لأول مرة الأحياء الإسلامية القديمة في القاهرة، وشاهدت المساجد الرائعة العائدة للفترة الأولى من التقويم الهجري، ودخلت أسواقها واختلطت بجموعها. خيل إلي أن صفحة من ألف ليلة وليلة انتعشت أمامي. كان الأمر على هذه الشاكلة في عام 1923 في القاهرة وفي الإسكندرية بشكل خاص. توجد مدرسة للباليه في المركز الروسي للعلوم والثقافة في الإسكندرية، حيث تقوم الفتيات بتعلم فن الباليه الكلاسيكي الذي سحرت به آنا باولوفا المصريين في الماضي. في أوقات الفراغ من الحفلات كانت آنا باولوفا تتعرف على مصر، تتجول في شوارع القاهرة وتزور أهرام الجيزة وتلتقي الجمال هناك. مصر تحتفل بذكرى حفلات أقامتها هناك راقصة الباليه الروسية العظيمة. إمثال آنا باولوفا ينتصب في قاعة ضيوف الشرف في البناية الجديدة لمكتبة الإسكندرية الشهيرة التي توجد فيها بضعة آلاف من الكتب باللغة الروسية. مكتبة الإسكندرية ليست مجرد مصدر للمعارف بالنسبة للطلبة والباحثين من مختلف البلدان، فقد غدت كما كانت في غابر الزمان أحد المعالم الرئيسية للمدينة. كان في الإسكندرية فنان روسي شهير آخر هو المغني فيودور شاليابين، حيث أحيا حفلة هناك. وكما يفعل أهالي الإسكندرية عادة، كان فيودور شاليابين يتمشى على البلاج الرملي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط متمتعا بشم النسيم. إلا أن فيودور شاليابين زار مصر لأول مرة بصفة سائح سنة 1903، وفي إحدى الليالي المقمرة جاء مغني الأوبرا الشهير في العالم كله إلى الأهرامات. كان شعور فيودور شاليابين آنذاك وكأن آلة الزمن حملته إلى مصر القديمة. هبط من جهة الأهرام إلى نصب أبو الهول الصخري، وخيل إليه أن وجه أبو الهول في ضوء القمر اكتسى بسيماء البشر بكل ما في الكلمة من معنى. لم يتمكن فيودور شاليابين أمدا طويلا أن يحيد ببصره عن وجه أبو الهول الذي بدا وكأنه يبتسم للقمر. وأشد ما أثار دهشة شاليابين ذلك التناسق الفريد بين إنتاجات اليد البشرية، الأهرامات وأبو الهول، وبين الطبيعة التي تحيط به. وهتف المطرب معجبا
تلك هي السيمفونية العظمى ومكوناتها الأساسية هي الأهرام وأبو الهوي والقمر والصحراء. وأضاف: لا بد لأي إنسان أن يزور مصر ولو مرة في العمر ليتمتع بهذه السيمفونية. تبعد القاهرة عاصمة مصر عن موسكو عاصمة روسيا آلاف الكيلومترات، إلا أن أواصر الصداقة والمودة تربط بين شعبي البلدين لأكثر من نصف قرن. حياة المصريين من أقدم العصور محصورة في وادي النيل، فالصحارى تطوق الوادي من الجهتين، وتشكل الرمال والصخور 96% من أراضي مصر، فيما لا تتجاوز التربة الصالحة للزراعة 4%. ما ترونه الآن ليس واحة طبيعية، وإنما هو بستان من صنع يد الإنسان، بستان في الصحراء، وهو ثمرة عمل امرأة روسية خريجة جامعة لينينغراد. البدو يجمعون الأعشاب الطبية والعقاقير في الصحراء، وهي بالنسبة لهم مصدر هام لكسب القوت. الأعشاب الطبية لا تتطلب إرواء، فهي تكتفي بالقليل من الرطوبة. عدد سكان مصر في ازدياد، والمصريون يستصلحون الصحراء حيث أمكن بحثا عن ما يمكن زرعه فيها، وهذا مثال جيد لما تصلح زراعته في الصحراء، ولذا أنشأنا هذه الجنينة. الدكتورة سبرينجل تعمل في جامعة جنوب الوادي بمدينة أسوان مع زوجها الدكتور أحمد بلال. هذه صورة زوجي في شبابه، عندما جاء إلى موسكو لم يكن يعرف اللغة الروسية، تعلمها في الكلية التحضيرية في موسكو في غضون عام واحد، ثم انتقل للدراسة إلى لينينغراد، وبعد أيام رآني في الحافلة. لم أكن أريد التعرف في البداية، نزلت من الحافلة فلحق بي وراح يكلمني، لم أرد عليه فقال: أرجوك كلميني. وأضاف: كلميني كما تكلم الأخت أخاها. فسألته: من أي بلد هو؟ فأجاب: من مصر. لم أصدقه في بادئ الأمر، دعاني لاحتساء الشاي في دار الطلبة فرفضت، لكنه ألح كثيرا فوافقت. شربنا الشاي وعرض علي صورا فوتوغرافية، فهمت منها أنه مصري بالفعل، فاستولى علي الفضول والأصح حب الاستطلاع، وبعد ذلك اجتازنا لينينغراد كلها تقريبا مشيا على الأقدام. وصلت إلى الاتحاد السوفيتي في 9 من نوفمبر سنة 1962. كان لدي هناك أصدقاء كثيرون، إلا أن إيرينا كانت تختلف عنهم كثيرا. تزوجنا في 9 من نوفمبر سنة 1969، وعندنا ولدان، الأول من مواليد سنة 71 والثاني سنة 73، وكلاهما مهندسان. ابن الأكبر مهندس إلكترونيات وحاسوب، تزوج من مصرية، وهذا ابن الثاني مع زوجته وهي مصرية أيضا. لدى إيرينا سبرينجل وأحمد بلال وليد مشترك آخر، هو المتحف الطبيعي على نهر النيل قريبا من أسوان، أو المحمية الواقعة بين السد العالي وسد أسوان القديم. فبمبادرة من الزوجين أخذت الدولة على عاتقها مهمة حماية جزيرتي سيلوغا وغزال.